الآن مشاهدي الكرام ننتقل إلى مشاهد رشيد في منطقة اللقاءات لاستقبال آخر المتسابقين من فريق الشيخ يوسف الدوسري. ختامها مسك يا عبد الله مع عبد الغفور فلاته، حياك الله عبد الغفور. الله يحييك ويبقيك يا مشاري. الله يسعدك. أسألك سؤال. تفضل. كم طولك؟ كم تتوقع؟ تعطيني توقع. والله ما أدري، أنا يعني كل ما أوقف جنبك يا أخي أخاف من عبد الله، والله يمسكها علي طقطقة ولا شيء، الله يفكر بنا يعني. يا عبد الله لا تطقطق على مشاري يعني. سوالي عقدة، شباب جيبوا لي شيء يا أخي. كيف أحوالك اليوم؟ الله أبشرك بخير يا رب لك الحمد. أنت كيف حالك؟ بشرني يعني. لا الحمد لله، أنا شفتك اليوم كذا مروق، اليوم أنا انبسطت. إن شاء الله مروقين يا رب، يستمر الروقان لين بعد الحلقة وكله تمام إن شاء الله. بإذن الله. توقعاتك لحلقة اليوم، منافسة قوية أكيد. والله قوية، صعب التوقع، والله جدا صعب. وإيش تقول للشيخ يوسف اليوم؟ والله جزا الله خير على التدريب والنصائح والملاحظات، حقيقة استفدت منها كثير، وإن شاء الله نأدي أداء إن شاء الله قوي بإذن الله. بإذن الله. حنا جاهزين ومتحمسين، وشوفتك اليوم يا عبد الغفور، والجمهور في انتظارك. تجلى نوره ودنت سنابل خيره. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فعلا استدراك ترى في هذا الكرسي، أنك تستدرك وترجع مرة ثانية وتحفظ اتزانك، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. هو أحسب أن الله قد وفقك. الفائز الثاني هو عبد الغفور فلاته. عبد الغفور فلاته، ألف مليون مبارك، تأهلك إلى مرحلة المحاكاة. والله الحمد لله كنت متوقع وجيت مستعد، والحمد لله الله وفقني في النهاية، توفيق من الله. إن شاء الله في مرحلة المحاكاة هقدم أداء قوي جدا، وإن شاء الله نقنع الشيخ يوسف ونرفع رأسه إن شاء الله. والله أنا جاي من المدينة، ويعني إن شاء الله حاط التأهل هدف، يعني أتوقع أنه اللي حيوصل للنهائي من الآن أتوقع صعب جدا، لأنه منافسة قوية يعني ما شاء الله. أقول لعمر بريك، استعد يا عمر، منافسة قوية جدا وأمامك متنافسين أقوياء. كتاب للهدى نزل، أقام القول والعمل، تجلى نوره ودنت سنابل خيره أملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الغفور. الله يحييك. اليوم مرة شايل الشماغ فوق مروق، ها؟ اي ان شاء الله. يلا عاد نبغى الحجاز اليوم ان شاء الله. ها؟ طيب، سمعنا من اول سورة مريم اللي وتحاكي فيها الشيخ محمد ايوب رحمه الله. ان شاء الله. بس نبغى عاد شغل نظيف باذن الله ان شاء الله. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا اهلا يا عبد الغفور يا مرحبا طيب انا اطلب من اللجنه الاختلاس تعرفون اختلاس بس مو في القراءه اختلاس في التعليق لانه انتهى الوقت تماما لكن طيب. تعليق سريع جدا طيب ما شاء الله انا توني استمتع في الحلقه صدق يوم قرا عبد الغفور ما شاء الله عليك يا عبد الغفور النفس جميل القفلات حلوه كان في بعض النشاز في بعض يعني الغنن ان صح التعبير عند الشيخ لكنك ذكي باختيار هذا المقطع علشان الشيخ يمد في المنفصل والمقطع هذا ما فيه مد منفصل أشوف أنه ذكاء منك اختيار جيد قراءة متوازنة ما شاء الله عليك يا عبد الغفور الشيخ صابر الله يفتح عليك يا عبد الغفور طبقة صوتك جميلة نغماتك رائعة الخاصة بك أنت قراءتك ثابتة واثقة عندك قراءة الشيخ أيوب في مطلع الآيات بنسبة 80% أيوبية في خواتيمها كذلك 80% في أوسطها أدنى من ذلك يعني أوائل الآيات أيوبية خواتيمها كذلك أقرب لأن تكون أيوبية في الوسط خاصة الطويلة هذه شوية الأيوبية بتختفي وتظهر عبد الغفور فنسأل الله أن يفتح عليك وأن يبارك فيك آمين يا رب نسمع تعليقك الشيخ عبد الله المختصر قراءة المختصر أقول يا سلام قراءة جميلة ما شاء الله المحاكاة إلى حد كبير جيدة الملاحظة الشيخ صابر يمكن تختصر الموضوع أحس ما عندك يعني يعني أبي منك تتجرأ أكثر على محاكاة الشيخ كأنك متخوف أنك تحاكيه روح حتى لو أخذت يعني استقلالك في تلاوتك الخاصة في ترتيلك الخاص أنت ما استقليت بترتيلك الخاص وبنفس الوقت ما تجرأت على محاكاة الشيخ فعلا جرأة قوية يعني لكن بالمجمل ممتاز ما شاء الله يا سلام نختم مع الشيخ يوسف ما شاء الله عليك يا عبد الغفور ممتاز جدا يمكن اللي خانك حقيقة الشيخ محمد أيوب صاحب نفس طويل النفس عندك شوي ضيق عليك وتحاول أنك يعني ترجع وتروح وتجي لكن هذا يؤثر على المحاكاة فعلا يعني من ناحية النفس لكن ما شاء الله تلاوة جيدة تجويد مثل ما ذكر الشيخ يعني بعض الملحوظات اليسيرة لكنها إن شاء الله مع الأداء المتميز هذا تعتبر أجد